وكلاء كان لهم دور سلبي في حياه احمد مجدي جدا جدا جدا. الصورة دي صورة مهمة، واحنا مع بعض كده هنستعرض بعض الصور حسب كده ما انا شايف. يا ريت تحطها لنا على الشاشة الكبيرة. كأس عالم الشباب انا شايف شيكابالا، شايف احمد جداً. سمير فرج مش كده، حسام عاشور، عبد الله الشحات، شحات عبد الله الشحات، عايز توفيق، مين الحارس؟ حماده مجدي، احمد غانم سلطان، عبد الله السعيد، حماده مجدي، عبد الله جلال. بقى من اول احمد سمير فرج بقى، احمد سمير فرج، انت، انا، شيكابالا، حسام عاشور، عبد الله الشحات، عايز توفيق، ايوه، تحت عبد العزيز، احمد غانم، عبد الله السعيد، حماده مجدي، عبد الله السعيد اهو، عبد الله جلال، محمد محمود ننو، محمد محمود ننو لعب في الاهلي وخد بطولات في الاهلي، يعني مازال عبد الله السعيد في الملعب، هو الوحيد، هو شيكابالا تقريبا، يعني حسام عاشور يعني لسه حتى السنه دي كان موجود في الملعب، كان ممكن تبقى متواجد في الملاعب لحد دلوقتي لولا ازمه وكلاء اللاعبين واستعجالك في القرارات. طبعا طبعا اتسرعت كتير جدا في قراراتي، كنت ممكن اقعد حتى وقت نازل في الزمالك، يعني كنت ممكن اقعد عادي جدا وبلعب وبادي وواقف على رجلي عادي جدا، بس ولكن في الاخر هو نصيب يعني الحمد لله. اكثر مدرب اثر في مسيره احمد مجدي؟ اكثر واحد اثر في مسيرتي انا الشخصيه كابتن محمود صالح. محمود صالح في ناشئ النادي الاهلي، هو اللي علمني الكوره، يعني هو اللي علمنا الكوره، يعني علمنا بقى مدافع ازاي، اقف ازاي، الكوره جايه من الناحيه دي تقف ازاي، تدافع ازاي مع المهاجم، واحد واحد تقف ازاي، الكلام ده كله كان مهم، كان الحاجات دي بالنسبه له صبح وبالليل يعني، وبعد التمرين يجيبني ويشتغل معايا، هو كان بيحبني جدا، بعد التمرين يخلص تمرين يروح جايبني وجايب شريف اشرف ونبدا نشتغل واحد واحد، نشتغل كروسات، الكلام ده كله هو اللي يعني عارف يا كابتن 14 سنه 15 سنه دي بتبقى انت بدات حياتك تطمح او ايه، تبدا تعرف يعني ايه كوره. نعم. قبل كده انت في البراعم وبتتعلم تستلم وتسلم والكلام ده كله، ولكن برضو عشان برضو ادي الناس حقها، كابتن بدر رجب، كابتن محمد وهبه، محمد وهبه على فكره بص موهوب على فكره، هي بدر كلها المرحله نفسها، مرحله بمراحلتها يعني، انت ما ينفعش تطلع من البراعم ما بتعرفش تستلم، ما بتعرفش تسلم، ده كان دور بدر ومحمد طبعا طبعا. فلما بتطلع بعد كده خلاص المواضيع دي انت العماره اتبنت صح، الاساس، لكن للاسف دلوقتي اللي بيحصل اللي انت بتعدي المراحل دي كلها فتيجي العماره تلاقيها ما فيش، العماره مش موجوده.